هلا بالحبايب، مساكم الله بالخير. شوفوا نظام الصيدليات عندنا في بنغلاديش، اكثر الصيدليات زي كذا، يعني انتم توقفوا في هذا المكان او توقفوا هناك برا وتطلبوا منه يعطوكم. بس احلى شيء في بنغلاديش ايش تعرفوا؟ مثلا اي واحد يبغى مثلا حبه كذا فقط، قرص واحد من الدواء، خلاص يعطوه وياخذوا حقه، يعني مش لازم تشتروا باكت كامل. هذا احلى شيء. طبعا هذه الصيدليات منتشره في ارجاء بنغلاديش، لكن في صيدليات زي اللي عندنا في السعوديه، صيدليه النهدي والمتحده، يعني الواحد يدخل في الصيدليه ويتفرج بنفسه وياخذ بنفسه ويقلب بنفسه. وفي كمان نفس الصيدليات الكبيره هذه، يعني الصيدليات المركزيه في نفس هذه موجوده كمان، لكن هذه اكثر شيء منتشره، اي واحد يطلب حاجه يجيبوا له على طول. يا هلا بالحبايب. قبل ايام او قبل امس، ما ادري قبل او قبله كمان بيوم، وريتكم نظام الصيدليات عندنا او اكثر الصيدليات عندنا في بنغلاديش، صح ولا لا؟ شيء مكركب ومحل صغير، وانتم لازم توقفوا كده برا وتطلبوا من صاحب المحل او العامل هو اللي يجيب لكم الأدوية. لكن اليوم جبتكم في مكان ثاني، في صيدلية ثانية. هذه هي صيدلية نموذجية عندنا، يعني زي في السعودية الصيدلية المتحدة او النهدي. شوفوا ما شاء الله تبارك الله. هنا طبعا قسم حليب الاطفال ومدري مين وبودرة، شايفين هنا الحفايض كبار صغار. شوفوا ما شاء الله تبارك الله، حليب مع حليب. وهنا الشاهي بأنواعه وكورن فليكس والجماعة، وهنا كمان البخاخات، وهنا الكريمات واللوشن، وهنا البضائع اللي حقت برا، يعني أدوات التجميل والحاجات هذه اللي من برا، وهنا حقت الأطفال. وهنا مثلجات، وهنا العسل والقهوة وزيت الزيتون والطحين أو الطحينة، ما شاء الله. أهو شوف المراعي، غير جبن أبو ولد، الخل، كاتشب، سبسات، الشيبس والعصير. شوفوا العصيرات، يعني هنا ما شاء الله تبارك الله أكثر البضائع. السلام عليكم، كيف الحال؟ طيب. هذا صاحب المحل ما شاء الله عليه. هذا كان عايش في دبي أول، هو هذا صاحب المحل، صاحبنا الله يحفظه ويبارك له في رزقه ما شاء الله تبارك الله. شايفين عصيرات راني، فما شاء الله تبارك الله، يعني في البلد في كل شيء متوفر. انا هذه اللي بوريكم. ها في ناس يقولوا لي لا فرقان، ما عندكم كندر، ما عندكم حلويات. طيب اهو هذا ايش يطلع ده بالضبط؟ وانا في مدينه فيني على فكره، انا ماني في ترى انا في مدينه فيني، انا لسه ما رحت العاصمه. والله في العاصمه في اصلا كل صيدليات كذا في العاصمه، او اكثر صيدليات كذا في العاصمه. ايش تبوا من انواع شوكولاتات؟ طبعا هذه اللي تقدر تحطوها برا، اما اللي جوه الثلاجة زي حاجات جلاكسي مع جلاكسي هذيك في ثلاجات. طبعا هذه كل هذه اللي وريتكم قسم التجميل ومن عارف، لكن ها شوفوا قسم الأدوية، شغل مرتب ومنظم، وكل شركة لها رف، وكل اعتقد كل نوع او كل شيء له رف معين. شوفوا ما شاء الله تنظيم وحركات، شايفين؟ الحمد لله كل شيء متوفر في البلد يا شباب، كل شيء متوفر، ما باقي الا انتم تجوا تشرفونا.
نعم انا عشت هذا ألبي داكي. وهنا ما شاء الله تبارك الله ما ادري ايش يسموها هذه، عكازات مع عكازات وحتى الأحزمة، يعني الحاجات الطبية. أحلى شيء عندهم إنه كل شيء، يعني كل شيء له قسم معين، كل شيء على جنب، يعني ما خلطوا الحابل بالنابل، ما شاء الله تبارك الله، كل شيء عندهم متوفر وكل شيء عندهم في مكان معين. الله، شوف الحلا ما شاء الله، نوتيلا